السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الحال شباب صبايا؟ ونستمر معكم مع دروس توزيع الاستايلات بتقنية CSS الحديثة والمتوافقة مع المعايير القياسية. أخذنا في الدرس السابق كيفية تقطير عفوا كيفية تقطيع وتوزيع تقطير رباعي وتقطير قالب الناف بار بتقنية CSS الحديثة. اليوم إن شاء الله بنستكمل مع بعض اللي هو تقطير قالب الفوريوم هوم، تأطير الأقسام المتشابكة والمتواجدون الآن. أول نتوجه إلى المنتدى ونشوف وين هي الأقسام المتشابكة وين المتواجدون الآن. نشوف إنه هذه هي الأقسام المتشابكة وهذا هو المتواجدون الآن. أول نروح لوحدة واحد تحكم المنتدى، نعمل تسجيل دخول لحظات. نتوجه إلى التحكم بالستايلات، نلاحظ من هنا نروح للستايل المراد التعديل عليه أو التأطير القالب فيه، تعديل القوالب. نشوف مع بعض اللي هو هنا، نشوف قوالب الصفحة الرئيسية اللي هو الفوريوم هوم، نضغط عليه ضغطتين راح تنفتح لنا قائمة فيها قوالب الصفحة الرئيسية ومن ضمنها الفوريوم هوم. نضغط على القالب مرتين ضغطتين ونشوف هذا هو قالب الفوريوم هوم كاملا. وشي نقوم بعملية القص، كنترول و A قص القالب. نتوجه الى برنامج الفرونت بيج، نقوم بلصقه، نشوف بان هذا هو قالب الفوريوم هوم. الان جاء دور اللي هو كيفية تقطير الاقسام المتشابكة بتقنية CSS. وشي بدايتها من ماين، هذه هي بداية الأقسام ونهاية الأقسام اللي هو ماين. نلاحظ هنا يعني نقول بدايتها من ماين وانتهاء الأقسام أو انتهاء كود الأقسام إلى ماين. نقوم بتظليل أو بعملية قص القالب. نشوف احنا الان قمنا بتظليله، نعمل له قص. نروح الى برنامج المايكروسوفت اكسبريشن ونحطه في كلاسات، الكلاسات حقت التطير. نقوم بلصقها كنترول وفي او كليك يمين وكوبي، ونقوم باخذ الكلاسات مع القالب بهذا الشكل، كنترول سي او كليك يمين وكوبي. نتوجه الى الفرونت بيج ونقوم بلصق القالب وهو متأطر. طبعا لو رحت تصميم ما راح تشوف اي كود جاء موجودة لان هذا كلاسات ما لحقنا بها كواد الصور. نروح تعليمات برمجية ونكمل. الآن جاء دور اللي هو كيفية تأطير المتواجدون الآن. نبحث في القالب عن كلمة what's going on box، تمام، ونقوم بتظليل القالب الموجود داخل what's going on box إلى نهاية، إلى هنا اللي هو end what's going on box اللي هو نهاية المتواجدون الآن. ثم يقوم بعملية قص للقالب. نتوجه الى برنامج المايكروسوفت اكسبريشن، نعمل كنترول زد او تراجع، ثم نقوم بلصق القالب بين التطير بين الكلاسات هنا. بعد كذا ننسخ القالب مع الكلاسات كاملة. نشوف مع بعض الى هنا الى نهاية الكلاس، كنترول سي او كوبي، ثم نرجع القالب او المتواجدون الان بشكل مؤطر، ثم نحدد كل القالب بالكنترول A او ننسخ كل القالب وكنترول C. نتوجه الى لوحة تحكم المنتدى ونرجع القالب مرة ثانية وهو متأطر تأطير كامل، ثم نضغط على حفظ. نتوجه الى لوحة تحكم المنتدى ونحدث ونشوف بان القوالب متأطرة تأطير كامل وان الاقسام متأطرة والمتواجدون الآن متأطر. إن
شاء الله الدرس نال من إعجابكم وإعجاب الجميع. جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ميزو ديزاين للتصميم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.